عندنا طبعا اخبار سريعه قبل ما نروح ونشوف الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. عندنا خبر بيقول ان ليفربول معروض للبيع. نادي ليفربول او عرضت مجموعه فيناودي الرياضيه المالكه لنادي ليفربول اسهم الريدز للبيع. في تقارير بريطانيه ان فورست يعني قدرت قيمه ليفربول في مايو اللي فات بقيمه 3.8 مليار، يعني تقدر تقول تقريبا 4 مليار جنيه استرليني اذا تم البيع الاسهم كامله. لكن طبعا مع بيع تشيلسي يمكن بمقابل وصل ل تقريبا 4.5 مليار جنيه استرليني السنه دي، من المحتمل ان يعني النادي او المالكين النادي يطلبوا طبعا رقم يعادل الرقم اللي اتباع به تشيلسي. المجموعه قالت ان في بيان قالوا ان احنا سنكون منفتحين على بيع النادي بموجب طبعا الشروط والاحكام الصحيحه، واضافوا ان تلك المجموعه بشكل متكرر قالت ان في اهتمام واضح بشراء ليفربول من اشخاص يسعون ليصبحوا مساهمين او مالكين لهذا النادي. ده على مستوى ليفربول. على مستوى البايرن وعلى مستوى قرعه دوري ابطال اوروبا النهارده، نيجزمان طبعا المدير الفني للبايرن محبط من نتيجه القرعه. يعني هو باين عليه طبعا القلق. المدير الفني لبايرن ميونخ كان منزعج جدا جدا من نتيجه القرعه لدوري الابطال بعد طبعا المواجهه المرتقبه امام باريس سان جيرمان. خلال بعض التصريحات اللي قالها ناجلزمان على موقع سبورت 1 علق وقال ان القرعه المنافس صعب، واحنا واجهنا فرق صعبه في دور المجموعات ايضا، واضاف رغم اننا انهينا مرحله المجموعات في الصداره لكننا لم نكافئ على ذلك. حضرتك عارفين ان البايرن هو يمكن الفريق الوحيد في دور المجموعات اللي تأهل لدور ال 16 بالعلامه الكامله، وصل ل طبعا النقطه رقم 18 في 6 مباريات، وطبعا الفريق البافاري بيضم عدد كبير جدا جدا من النجوم الكبار، و زي ما بقول لحضراتكم كان في مجموعه ناريه فيها برشلونه وفيها الانتر وفيها فيكتوريا بيلينز التشيكي، ولكن قدر البافاري ان يحصد 18 نقطه من 6 مباريات. على مستوى ريال مدريد بيرحب ببيع هازارد. يمكن رحب نادي ريال مدريد برحيل البلجيكي ايدن هازارد، طبعا لاعب الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل. وتقارير اسبانيه قالت ان ريال مدريد لا يرحب باستمرار هازارد مع الفريق وبيسعى للتخلص منه في الميركاتو الشتوي المقبل، وان الثلاثي رودريجو وماركو اسينسيو ودياز بيتفوقوا على هازارد في حسابات طبعا المدرب الايطالي القدير انشيلوتي. اوضحت كمان الصحيفه او التقرير ان هازارد طبعا عارف ان ريال مدريد بيفتح باب خروجه، و انه بينسى النادي الملكي خلال طبعا الفتره اللي فاتت، وكان هازارد عنده مشاكل كثيره جدا جدا على مستوى الاصابات وعلى مستوى الاستقرار الفني مع انشيلوتي. ذكرت برضو ان مسؤولي ريال مدريد يمكن فقدوا ايمانهم في قدرات هازارد واحتماليه تالقه وعودته للفورمه بشكل كبير مع الريال، وكمان بيقولوا ان من الافضل للنادي ومن الافضل للعيب انه يتوجه الى وجهه اخرى. وهازارد على برضه من خلال التقارير ناوي يتحرك في الفترة القادمة، وقال انه قدم لابنائه في اكاديمية ريال مدريد وينوي استكمال عقده مع النادي. يعني هو هازارد الراجل المستقر وقدم لاولاده في اكاديمية ريال مدريد. على الجانب الاخر ريال مدريد والادارة بتشوف ان هازارد ما بقالوش مكان في الريال. هنشوف الميركاتو الشتوي هيكون، هل يستمر هازارد او ينتقل لنادي اخر.